الخير واهلا وسهلا بيكم في برنامج تن شباك الفن. شباك الفن النهارده بيقدم رقص معاصر، هنقدم عرض بعنوان انا هما لنغم عثمان. ونغم عثمان دخلت مجال الرقص المعاصر من سنه 2009، هي سودانيه مقيمه في القاهره ودرست السياسه والاقتصاد وبعد كده اتجهت للرقص المعاصر. هي اللي ألفت وصممت رقصات العرض اللي هنشوفه النهاردة، أو زي ما بيقولوا في لغة الرقص المعاصر هي كوريوغراف العرض اللي هنشوفه النهاردة. هي كمان مدربة للرقص وهي نفسها راقصة. مساء الخير يا نغم. مساء النور. قبل ما نبتدي نتكلم عن عرض النهاردة، وهو عرض سولو بيقدمه عزة إسماعيل إنتاج 2018، يعني إنتاج جديد خالص، عايز أسألك سؤال ملح جداً. جاء ازاي قرار انتقالك من مجال السياسه والاقتصاد لمجال الرقص المعاصر؟ هو انا اتخرجت يعني 2004 وقعدت سنه بعمل ماسترز وكنت عايزه اكمل يعني، بعدين فجاه حسيت انه في حاجه غلط انا مش عايزه اعمل ده. قعدت شويه لفلفت كده في كذا حاجه ليها علاقه بالفن عشان كنت حاسه ان انا عايزه اعمل حاجه ليها علاقه بالفن، لغايه ما دخلت اول ورشه 2009، ومن بعديها بقى حسيت. ومن بعديها ما فكرتيش ترجعي تاني للسياسه والاقتصاد خالص؟ طيب يعني اتدربتي ازاي او اتعلمتي الرقص المعاصر ازاي؟ هل كان في اساتذه معينين بتتدربي على ايدهم؟ طبعا كان يعني ابتديت مع ميريت ميشيل، دي كانت اول ورشه خدتها خالص في حياتي، وهي بصراحه هي اللي قالت لي لازم تيجي تعملي ده. ومن اول مره وقفت على المسرح حسيت ان عايزه اكمل في الموضوع. طبعا بعديها رحت لكريمه منصور، شفيق، في ناس كتيره جت من بره عملت ورش، وكنت محظوظه الوقت ده انه كان في ناس كتيره قوي بتيجي مصر بتعمل ورش، بس كان كله ورش يعني. كان اول عرض ليكي من تاليفك كان امتى؟ كان 2010 على طول. كان 2010 على طول. ما اخدتيش وقت كتير. لا. طيب يعني انت بترقصي وبتدربي رقص، بس كمان بتالفي او زي ما بيقولوا انت كوريوغراف للفن المعاصر. يعني العرض ده انت الفتي، يعني ليه برضو اتجهتي للتاليف؟ يعني مع ان انا شفتك على خشبه المسرح راقصه رائعه. بص، هو دايما العروض بتبقى ليها علاقه بفكره معينه، فكره بتيجي للواحد بيبقى عايز يطلعها على المسرح، بيعايز يقدمها للناس. فاحنا طبعا عشان بنرقص فطول الوقت بيبقى عندنا مشاكل او عندنا تفاصيل احنا حاسين بيها لازم نطلعها. التاليف مش تاليف ان احنا بنكتب حاجه بس، هي في الاخر بتبقى افكار عايزين نوصلها في الاخر للاخر يعني، في الاخر للناس يعني. فهو مش تاليف بمعنى تاليف يعني، حاجه حاساها عايزه اقدمها بس. طيب نيجي لعرض النهارده وهو بعنوان انا شرطه هما، يعني انا مقابل هما. كلميني عن فكره عرض النهارده. العرض بيتكلم عن فكره البني ادم والصناديق اللي بيحطها جواه ذكريات ليها علاقه بطفوله، بحزن، بفرح، باي حاجه عنده. كلنا عندنا صناديق في حياتنا، كلنا عندنا حاجات بنخبيها، في صندوق بنقفله ما بنفتحوش، في صندوق بنفتحه كل يوم، في صندوق بنفتحه كل فترة على حسب اللي بيحصل في الحياة. فقررت ان انا، لان جات لي فترة كنت فكرت في موضوع صناديقي انا الشخصية، جالي من عرض قبلي. يعني صندوق اللي الانسان بيستخبى جواه بالظبط، او بيحط جواه حاجات شبه الصناديق اللي احنا بنحطها في اوضتنا يعني. بنحط جواها لعب قديمة، ورق قديم، اي حاجة احنا عايزين نحتفظ بيها يعني. لو انتقلنا بقى لشكل العرض او لكوريوغرافية العرض، يعني هو الراقص اللي هو عزة اسماعيل بيدور حوالين الصندوق ده، يعني في كمان مراحل شويه في العرض، هو ما بيحكيش حدوته بس بيحكي حاله معينه. في الاول بيبقى ملتصق جدا بالصندوق ده، شويه بيبعد، شويه بيرجع، شويه بيشيل الصندوق، وبيصبح الصندوق ده حمل تقيل عليه. فانا عايزاكي برضو تكلميني اكتر عن التفاصيل اللي احنا هنشوفها في العرض. مبدئيا انا في العرض في اوفر فويس موجود، ده بصوت واحد وواحده، كنت مسجله انا ورمزي لينر. الصندوق كانه هو الصندوق اللي بيتكلم، كانه هو اللي بيطلع الصوت ده. فبمجرد ما عزة بيبقى بيقعد على الصندوق الصوت بيسكت. هي الفكره كلها في انه كل ما يجي يقرب من الصندوق الصندوق بيسكت، هو بيحاول يدخل جواه تاني ويسمع اللي جواه تاني، والصندوق بيركض لغايه ما هو في الاخر بي 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 بيقول له لا انا عايز اسمعك تاني، لغايه ما هو بيحط الصندوق على راسه فبيبتدي يدخل جوه الصندوق
ويسمع كل الأصوات. في الأول عزت بيكون قاعد على الصندوق ده، ليه علاقة وبيعمل حركة متكررة ليه علاقة بالحياة والروتين بتاع الحياة. بنصحى من النوم، بناكل، بنشرب، بنروح شغلنا، بنرجع ننام تاني. الحركة دي ليها علاقة بان احنا طول الوقت متكررين. بعديها بيبتدي يطلع من الصندوق او بيطلع من فكرة الروتين في ان هو يحزن. فدي اول حاجة معانا، ان هو بيخاف من حاجة، بيحزن من حاجة، بيحاول يطلع منها. وبيبقى الموضوع، لان كمان الحتة دي اكتر حتة شوية مؤثرة يعني. بعدها بيقرر ان هو يشيل الصندوق ويطبطب عليه. طب قول لي حاجه. طيب يعني في ديالوج بيحصل ما بينه وما بين الصندوق عشان يطلع اللي جواه. وبرده الصندوق، ما هو الصندوق في الوقت ده بيتكلم، بس هو برده مش حاسس بده. ليه لحد النهارده الرقص المعاصر ما اخدش نفس الاهتمام بتاع اهتمام فن الباليه؟ وخصوصا ان يعني الرقص المعاصر برضو يعني جذوره جايه من الباليه، هو تمرد على رقص الباليه على حسب فهمي للرقص المعاصر. ليه الرقص المعاصر ما حصلش على نفس الاهتمام زي اهتمام فن الباليه؟ هقول لك ليه. عشان الباليه في الاخر ليه مدرسه، ليه اكاديميه، ليه حاجه واضحه، ليه دراسه معينه، ليه رولز، ليه تفاصيل معينه واضحة جدا وموجودة من زمان. المعاصر ملوش ده، عشان انه يحصل. ولما حصل زمان، لما حصل اول عرض رقص معاصر حصل من الباليه، وحد قرر راقص باليه قرر انه يطلع حافي، وقرر ان هو يلبس لبس غريب ويعمل عرض لوحده. كان في اجازة من الفرقة بتاعتهم، هو واخته قرروا ان هم يعملوا ده، وحصل مشكلة كبيرة وكسروا كل قواعد رقص الباليه بالظبط. فمن ساعتها كان عنده مشاكل. في الاول ما كانش ليه جمهور، وكان لغايه ما الدنيا بره مشيت. في مصر طبعا عشان الموضوع جه متاخر، وعشان احنا شويه ما عندناش فكره الجديد او ما بنستقبلوش دايما بسرعه. فاول ما ابتدى الرقص المعاصر طبعا ايام التسعينات ما كانش عندهم اصلا جمهور، ما كانش فيه خالص. مؤخرا بقى في جمهور، يعني حتى انا لما ابتديت كان شويه اللي بيجوا اصحابنا قرايبنا اللي عارفين شويه عن الموضوع. بس دلوقتي لا، بالعكس، من كتر الورش وال 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 والحاجات والعروض، كميه العروض والمهرجانات اللي بتحصل، لا بالعكس، بقى دلوقتي بقى في جمهور حلو قوي.